السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعد خلل فني، مديرية المرور تستأنف تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة. أعلنت مديرية المرور العامة إصلاح الخلل الفني الذي حدث في مشروع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة، وأنها ستستأنف العمل اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل. وذكر إعلام المديرية في بيان أنه تم إصلاح الخلل الفني الذي حدث في اليومين السابقين لمشروع تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة. ودعت مديرية المرور العامة المراجعين بالتوجه إلى جميع مواقع التسجيل ومنح إجازات السياقة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن تلك المواقع تعمل حاليا بطاقة استيعابية كاملة.